اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم بدنا نعمل اشياء جديدة ان شاء الله. خلينا نروح نبلش نشوف شو في عنا ماكينتنا. طيب بنروح الى المعمل الثاني بانه خلصنا هون. اتوقع صار عنا الانتاج جميل بس بده كتير. هات بشوف شو قد يسوى حقه. طب بما يخلص هذا هون تعباي خلينا ندخل هاي لجوا. هذا تدخل ولا ما تدخل؟ عجب قولكم تدخل؟ والله ما بظن يا مهلا. عريض عريض عريض. ايوه طيب هلا انا عم بعبي بهديك السيارة غلط، لازم اعبي بغير سيارة. بس هلا ثواني شوي بنشوف شو بدنا نساوي. هلا نحن هون ايش في عنا؟ هون عم يطلع عنا ساند وهون عم يطلع معنا كرافل. تمام بدنا نوزعه على غير مكان. هلا هون ايش بده؟ هون بده، هون بده ساند وكرافل. ما هون نفس الانتاج، ما هون نفس الشيء؟ لا هون بدك تحط له ساند وكرافل وكل هدول يطلع حتى يطلع هاد. اوه اسفلت. طب هون ايش قد المسافة ياخذ؟ 500. طيب حلو. طيب في عندي اقتراح، ما بعرف اذا تزبط والله ما تزبط بس راح اجرب. ايش يا تعلق؟ ما بظن تزبط، بعيدي. والله بعيدي، لو قريبي كان زبطت. بعيدي بس على كل حال حتى لو كانت بعيدة ما في مشكلة، ما راح استخدم هاي السيارة لانه في لهم شغل اساسا هدول المنتجين. بدنا نروح نحطهم ما قدر وصلها. اوه شت. تعبينا، نعبي تريلا من هي تريلا من هديك. شكله انه خلص هاد عبا. خلينا نجيبه نفضيه هون. وينه؟ اها. ولو في سحابات كان اسهل الشغل على فكرة يعني. هذا اوفرنا بالتقريب له. على فكرة لو تريلا طويلة كان ظبطت. ها جد هاي فضينا كرافل. طب في هون ضل شيء ثالث رح يطلع كمان. هلا بعرف انه يطلع عندي انا هون بقدر اشيله كله بس ما رح اشيله وروج راسي. هلا حطينا الساند وشلنا لك هذا، ضل عندنا ستون بورد. ستون بورد ايش ستون بورد؟ وين يطلع ستون بورد زاتا؟ خلونا نشوف وين يطلع الستون بورد اول شيء، او مخرج الستون بورد. اول شيء نحن بنحط الستون من هون.
هم العلاقة أي ما علاقة وما علاقة، وأنا بروح أدرس اسطنبول. شباب أتوقع هون، حتى هون لا، أنا بروح على الاسطنبول هلا أتوقع. ايه وانا بدي اروح ستون بورد. هلا في هون شي، لا هذا عم يجي لهون، عم يطلع لهون، عم يمشي هيك، عم يطلع هون كله، هون لازم يطلع كله. يا الله وين عم بروح هذا الستون بورد؟ هون ستون بورد، وينو هذا الستون بورد؟ فهمت، هون من هي عم بيطلع. ايوه طيب، اذا خلينا نقرب هاي 20 صفحة هون بعد عن الطريق، ونشوف شو بدنا نسوي بالستون بورد. هلا اول شي الستون بورد وين بنروح فيه؟ لانه طلعناه عجب هون بينحط، اذا بنحط هون ناخذ لنا كمية. بتاخذي ستون بورد؟ ما بتاخد ستون بورد، لا والله تاخد هي ستون بورد. طيب بنروح بنعبي ستون بورد. فأنا توقعت هذا البورد بس ما هيك إلا الدرجة عالية يعني، والله أوفر عالية يعني صراحة. إنه إجباري أرني. طبعا هذا اللي بدنا نطلع اسفلت مشان زفت الشوارع، وفي عندي بيتي بدي اصلحه. اوه قد فيها 25 ألف، يعني بتكفي سيارة. اتخذ هاي ليش؟ لما يفضل خزان 21 ألف. يلا ما في حين تمشي يا زلمة. هون عجب؟ هون صح. تمام، ايش ضل بدنا نشغل هذا يطلع لنا اسفلت. هات نشوف ايش ضل عنا. انا حطينا يعني اغلب الاشياء، فضل عنا في عنا هاي وريبير وتار وكول. حلو، في ثلاث انواع، نايس. معناته لهون تقريبا هذا المعمل عرفنا شلون، هذا التار معه، هذا الكول معه. طيب هذول كلهم مع بعض ما بدنا اياهم. هون اتوقع ليمستون، ايوه عرفت انا هون ليمستون. يب هون بنحط له ليمستون، بيطلع لنا سمنت وليم، بيطلع لنا سمنت وليم اتوقع. هذول متصلين مع بعض، هي السمنت وهي الليم. تمام، طيب هون بنحط له ووتر، بتحط له كرافل وستون تيطلع معك توتال فونتوم. معناته في عندهم عملين ممكن نشغلهم، بس ايش بده معها موتر؟ ما يب بدها ووتر. طيب اول اشي
راح نسوي اول شيء راح نعبي من هذيك، اول شيء نجيبها نفضيها، نشغل المعمل هذا اللي لحاله. ليش عم بتولول؟ امورها كلوز يا شيخ. بده ستون ليم. يلا انا اشوف روحي يا معلم سوق. يا لها من سيارة كبيرة. منيح ما تاكل مازوت، لو تاكل مازوت هاي النهار كله ما تخلص مازوت، كل شيء بده مازوت. هلا ليم ستون اتوقع هذا اللي هون على اليسار، بس خلينا نشيك على التراكسات نشوف كل واحد ايش في عنده. كلك هذا هو ليم ستون. يب ليكو. هذا هو ليم ستون. طب اتركوا عصي التركس ما بعرف ليش. هذا ايش في عنده؟ هون الكول. ايوه فهمنا شيء. هذا ايش في عنده؟ هذا كان عنده تراب صح؟ هذول تركسات كلهم معدنهم شغل، كلهم على الفاضي. والله شو بدنا نفضي هذا؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده
وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.